خونا فين غنمشيو فين؟ حنا جينا بعد القرار الفتح الاسواق من الوزاره الداخليه غادي نبيعو ونشريو في السوق لانه مفتوح، فاذا بنا كنتلقاو قرار ديال المنع من عند السيد القائد، ولما قلنا ليه اعطينا الورقه التي تثبت هذا المنع قال لك لا شكون نتوما تنعطي لكم؟ قلنا حنا بيع وشريها كما يشرفوا في هذا السوق. الف ديال الناس وما يزيد عليها كتطلب منك ورقه على اساس نبيع ونشريو في بلاصتنا، واش تمنعنا منها ولا هي حقيقيه فعلا باقة؟ ما كتبغيش تعطينا الوضوح، الوضوح ما كتبغيش، كتسمع كلمه سير في حالتك سير تموت سير كل تبن. الويزيه معلومه تاريخيه ومعروفه قديما ومعلوم بانها عندها تقريبا جذور ديال 40 سنه، فما يمكنش بين عشيه وضحاها سير في حالتك. راه غير واحد الا كان غير في السوق كان عشوائي ووقف فيها مده ديال سنه راه كتعطيه شهاده السكنه كيولي معترف به، فكيف بالالاف ديال الناس؟ المطلب هو اننا نريد ان يفتح لنا هذا السوق باش نبيعوا ونشريوا، ولا كان منه قانوني تعطونا البديل. واضحه النقطه، ما كنقولوش شي حاجه من غير هادشي، والرساله ديالنا واضحه، نحن نطالب باش نبيعوا ونشريوا في السوق ديالنا الاسبوعي هذا، وإذا كان منه بمصادر رسميه قانونيه تعطونا البديل. خويا هاد الناس هادو فاجئونا من بعد الحجر الصحي، قالوا لنا غتحيدوا من هنا ما تبقاوش تفرشوا، قلنا لهم عطونا البديل، قال لك ما كاينش بديل صافي ما تبقاوش تفرشوا وسالينا زعما صافي. وحنا بغينا يتحاوروا معانا حيت حنا كنعرفوا ان الاسواق الاسبوعيه ما كتحيدش مره، كيتبدل المكان ديالها من ملي كتوصل ملي كتولي المنطقه داخله في المجال الحضاري كيتحول المنطقه فيها المجال القراوي. هاد الناس هادو ما بغاوش يديروا معنا حل كاع نهائيا، قال لك سيروا قلبوا على راسكم. كنعيشوا راه بنادم ديباني وصافي، دابا خمس شهور ما مفرشينش وعندنا السلعه ديال الصيف تقريبا، انا بعدا عندي السلعه ديال الصيف راه بقات تما ما بعتها ما والو، يعني كاين خسائر وشكون اللي غيحس بك؟ الناس ما كيحسوش بك. غنفهموا واش هما كيحاربوا الفقر والفقراء، واقيلا تخلط لهم داك الشيء ولاو ما بقاوش كيعرفوا بين الفقر والفقراء. والمطلوب يعطونا بديل اخويا، خلونا اما نفرشوا تيتفاهموا هما مع بعضياتهم، واش هما مضاربين مع بعضياتكم على مصالحكم وحنا ضرونا المصالح، حنا ما نبيعوش ونشريو، انتم مضاربين على مصالحكم الله يسهل عليكم، سيروا تقاتلوا تما ملي تفاروا المشكل ديالكم قولوا لنا هذيك الساعه وجدوا لنا فين نخدموا وغنزق شي وشنو وغنمشيو نخدموا في ديك البلاصه، وعيب وعار لقيتوا شي واحد هنا. اما انتم مضاربين مع جماعه اخرى، جماعه باغا تطلق السوق وما يخمنوا عيني فيه، باغا السوق وما باغا صداع، باغا فلوس السوق وما باغا السوق، ما باغاش تطلقوا جماعه اخرى، وجماعه اخرى حتى هي ما تفهمش هاد المغاربه هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا الله اعلم. اللي قال لك انتم مقصيين، وهذا القطاع ديالنا تيحتوي على تقريبا شي 12 مية ديال البشر، وهذاك 12 مية ديال البشر راه وراها الالاف المؤلفه ديال البشر ديال العائلات ديالها، هاد الناس غادي يمشيو، اعطيهم الحل. المحمديه راه صافي تسدات، ما بقاش عندها شي فين 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 سميتو، فين غادي يمشي هذا ولا فين غادي يمشي هذا؟ قم حيدونا من جيت مالي، حيدونا من جيت الحسنيه، ما تنفرش حتى في شي بلاصه، وغنمشي في شي حاجه اللي هي ما مزيناش للبلاد، حنا دمنا بلادنا نعطيوها دمنا، نعطيوها اي حاجه، شنو يقول لي سير جهاد نجهاد في بلادي، ولكن باش يقمعونا حشومه من جنوب الله. انا عزيز عليا الملك ديالي، مالكي احبه، تنبغيه، تنموت على الملك محمد السادس، ولكن هاد الناس اللي موراه راه حسبنا الله ونعم الوكيل. هاد الحكومه اللي دار لا اله الا الله، ولكن حنا اللي درناها، حنا الشعب هو اللي دارها، هو اللي قال انتم تتحملوا المسؤوليه، تحملنا المسؤوليه، ودرنا هاد الوزير الاول، صوتنا عليه، الناس ديال المحمديه صوتوا عليه، هما اللي طلعوه، وان شاء الله ان غتكون اخر مره، ها العثماني راه اخر مره غتكون وزير، اخر مره اخر مره غتكون رئيس الحكومه، واخر مره غتنجح في هذه المدينه هذه. عقنا بك وعرفناك، عرفناك اش تسوى. واحد عندك خرجت من واحد ما عندوش حتى حاجه. وفوق منك الوطن ديالك والملك ديالك ما تخافش. كاين الملك ديالك وكاين الوطن ديالك ما تخافش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.